كنظن المقابله غتكون مقابله صعيبه بين فريقين اللي هما نادي الفتح الرياضي وفريق الجديدي. فريق الجديدي الحمد لله استرجع شيئا ما من العياء ديال السفر ديال لاكيني. دابا حنا واجدين ان شاء الله باش نحاولوا في هذا اللقاء نكونوا عند حسن الظن الجمهور ديالنا الجديدي، وبالطبع نحاولوا نعطوا فرصه للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات السابقه باش تبقى واحد الطراوه بدنيه، لان تابعنا ثلاث مقابلات اخرى نادي الوداد يوم السبت، وبالطبع التاهيل ضد الفريق يعني الكونغولي، ومن بعد عندهم مقابل جديد. دونك غنحاولوا نغيروا خمسه ولا اربعه لاعبين تحسما لجميع اللقاءات. الحمد لله الجميع جاهز وتنتمنوا الخير، وبالطبع تكون نتيجه موفقه نهديوها للجمهور ديالنا اللي تيحبنا من اعماق القلب ديالنا.